أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله وساعة مباركة. اليوم راح نتكلم، نستكمل حديثنا عن هذه المجلة، مجلة الرياضي عدد 11/6/1994، وحديث ما قبل بداية المونديال، مونديال 94 في أمريكا. الأمير نواف بن محمد: هي مباراتنا الأولى، سنفرض أنفسنا في المونديال. تأهلنا تأخر عن موعده، والمهمة كبيرة وصعبة. هذا طبعا شوفني يعني طبعا سنة 1994 الولايات المتحدة نظمت كأس العالم. يعني أنا بوجهة نظري كانت من يعني أنا وجهة نظري الشخصية عاد، البطولة إذا أقيمت خارج أوروبا وأمريكا اللاتينية أنا أحس أنها يعني ما يعني الاهتمام. يعني شوف اللي صارت سنة 94 في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن حتى الشعب الأمريكي ما يعرف أن عنده بطولة كأس عالم، وكانوا كل لاعبينها يعني بأجواء حارة، يعني الصبح ولا العصر يلعبون عادي ماكو مشكلة. وأيضا البطولة اللي صارت في كوريا الجنوبية واليابان، يعني أهم بعد التوقيت كان يلعبون الظهر بتوقيت بالنسبة لنا، فما كان فيها. لكن البطولة لما تقام في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية يعني يزداد بريقها. والسعودية هنا شاركت في البطولة هذه بفريق يعتبر فريق الأحلام بالنسبة للمنتخب السعودي، وكان منتخب جبار. واللي نفع المنتخب السعودي إن مقومات النجاح في أي فريق عالمي موجودة عنده: إدارة ومدرب ونجوم لاعبين يمتلكون مهارات، لكن لينقصهم فقط الخبرة في تلك الفترة، ولا ما يخسرون قدام هولندا اللي كانوا متقدمين عليهم 1-0، ولا يخسرون قدام السويد اللي كانوا مسيطرين عليه من مجرد 3 هجمات للسويد، ولا كانوا مسيطرين السعودية على مجرى المباريات. فازوا على بلجيكا، فازوا على المغرب، فريق كانت له بصمة في 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 البطولة، وصل دور 16، وهذا في كأول وصول له كأس العالم يوصل دور 16، هذا يعتبر إنجاز. نعم طبعا الأمير نواف بن محمد شخصية أرباوي، هذا ترى شخصية رياضية محبوبة في الوسط الرياضي السعودي والخليجي. تنقل بين عدد من المناصب الإدارية والفنية، وتسلم عدد من المهام التنظيمية، وسجل نجاحا جيدا. طبعا يسعده العمل لصالح نادي الهلال، فهو عضو شرف نشيط في هذا النادي العريق، ويرتاح من خلال عمله مع اتحاد كرة القدم، لأنه يعتبر أسلوب ونهج الأمير فيصل بن فهد رئيس اتحاد مدرسة تعلم منها الكثير. صحيح، تعلم من الأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه، يعتز بصداقاته ويحافظ على أصدقائه. تكلم طبعا قال: قيادتنا وجماهيرنا تنتظر من المنتخب الكثير. قال أن تأخرنا طبعا يعني تأهلنا تأخر عن موعده، وهني طبعا هذه صورة له مع غسان غريب صحفي الغدير. نعم الحقيقة وثق العديد من اللقاءات أكيد والأحداث أكيد من خلال مجلة الرياضي. طبعا سمو الأمير نواف بن محمد أعتقد تبوى منصب رئيس اتحاد ألعاب القوة عندهم. اي نعم صحيح، السعودية عدل. التأهل يعني أننا نملك استقرارا سياسيا واقتصاديا، تأهل لكأس العالم. صحيح، وهذا كلامه صحيح. نعم يعني الدول تشتغل ل يعني كرة القدم، ومو بس كرة القدم، الرياضة بشكل عام وتطوير فرقها بحيث ان تجيب بطولات، هذا دعاية لها. ابو غازي، يعني البرازيل شلون عرفناها احنا ابو غازي؟ ابو غازي انا اكلمك قبل ان اطلع فاصل. نعم. انا اكلمك يا ابو غازي عن الف باء الإدارة الرياضية. نعم. بشكل عام بالسعودية انا اعتقد انها
وصلت للعالمية عن طريق إدارتها للمسابقات المحلية، تهيئة الملاعب، البنية التحتية الملاعب من أعلى من أرقى الملاعب، ويدعمهم جمهور يعني فعلي، ما هو جمهور وهمي، يعني ما هو جمهور يصرفون له مثل يحطوا له سحب على سيارة ولا ينادونه ولا يحطوا لهم باصات، لا عفوي يصعد المدرجات ويحضر ويشاهد مباريات، فهذا بحد ذاته يرفع مستوى كرة القدم عندهم بالسعودية. وهذا اللي قاعد نعيشه الحين، السعودية السعودية وصلت خلاص يعني نادي الهلال يلعب على المركز الأول والثاني مع ريال مدريد على بطولة أندية العالم. بس خلنا نطلع فاصل بغازي ونتابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا نتكلم مع مجلة الرياضي سنة 94، حديث مع الأمير، والحديث مع الأمير سمو الأمير نواف بن محمد. طبعا تكلم قال منتخبنا جيد، الأمير نواف بن سمو الأمير نواف بن محمد قال منتخبنا جيد وتقنية اللاعبين هي الأساس، إثبات الذات والظهور بمظهر مشرف هو المطلوب، تبعيات التأهل كثيرة ولا شيء مستحيل. يعني يتكلم عن أمور عديدة أبو فهد. هذا هني طبعا صورة بالبدلة سمو الأمير نواف بن محمد، وهني يقول الرياضة عندنا تلغى دعما كبيرا من خادم الحرمين الشريفين، وقتها كان الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله وغفر له. هذا صورة طبعا للملك فهد بن عبد العزيز، أعتقد يصافح يمكن الأمير نواف بن محمد. نعم. وهنا طبعا هذه صورة شخصية لأمير نواف بن محمد، يقول تبعيات تأهل كثيرة والمهمة صعبة ولا شيء مستحيل أبو فهد. شوف بغازي، إحنا الشيء بالشيء يذكر، ما تعيش السعودية الآن من تطور في الرياضة ما هو إلا ثمرة غرسها الأولين اللي قبل يعني، ويحصد ثمارها الحين من هم قائمين على الرياضة في المملكة العربية السعودية العزيزة على قلوبنا صراحة. إينا. اللي نفرح من فرحهم جد يا أخي أنا لما تتابع المنتخب السعودي يعني خل عنك أنه منتخب سعودي شقيق وأخو يعني. إينا. لكن متعة كرة القدم تشوفها في الدوري السعودي، فما اللي قاعد تعيش السعودية هني هو حصاد وثمرة يعني سووها السابقين، يعني تتكلم عن والله مثلاً الأمير سمو الأمير فيصل بن فهد وسلطان فهد، وقبلهم كان سمو الأمير خالد الفيصل، ومجموعة من الرياضيين اللي عاصروا الفترة اللي كانت تعتبر فترة صعبة بالنسبة لتطور الرياضة في السعودية في تلك الفترة. إلى أن تشوف الرياضة السعودية حين تقارع أقوى وأعتى المنتخبات على مستوى العالم. الشيخ أحمد الفهد في مؤتمر الصحفي المثير، لا تلوموني بعد كل ما قلته، لم يكن الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كويتي لكرة القدم في وضع يسمح له كعادته في التفاؤل، وهو يتحدث إلى كل من حضر مؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن الألعاب التي ستشارك فيها دولة الكويت بدورة الألعاب الآسيوية بهيروشيما، خاصة وأن التركيز كله لم يكن منصبا على هذه النقطة بالتحديد والتي حسمها بشكل مبكر بعدما وضع النقاط على الحروف، موضحا سبب الاختيار ومبرراته في المشاركة بألعاب القدس والسباحة وكرة الماء والفروسية والرماية وألعاب القوة والكاراتيه والجودو والتايكواندو واليد وكرة القدم، على أساس أن البعض من هذه الألعاب كان له حضور مشرف على مدى الموسم الماضي، والباقية كالفروسية تعتمد على مهارات اللاعبين. يعني هذا قاعد يتكلم مؤتمر صحفي، والله ابو غازي شوف عن احنا عن هيروشيما، احنا ابو غازي المؤتمرات الصحفيه من بعد 82 بالنسبه لكره القدم، يعني بالسابق كانت المؤتمرات الصحفيه تتكلم عن انجازات بالنسبه لرؤساء الاتحادات، تتكلم عن انجازات، تتكلم عن تطوير، تتكلم عن فكر راح تقدم استراتيجيه يحطونها، سواء احمد السعدون لما كان رئيس الاتحاد او ايضا كان رئيس الاتحاد الشهيد فهد الأحمد لغاية 82. بعد 82
كان كل المؤتمرات اللي تطلع برؤساء الاتحادات إلى يومنا هذا كلها مبررات، تقدم مبررات ومحل دفاع وما في استراتيجية، الكل يتكلم عن دائما مبررات للإخفاقات ودفاع، وكل محل أنك تدافع عن سياسة الاتحاد وتدافع عن سياسة إلى يومنا الحالي. وصلنا التجوري بغازي، تجوري فهد، صورة الشيخ أحمد الفهد مع المرحوم مبارك الجناعي، مبارك الله الرجيم، فيصل الجناعي، اي مبارك انا، اي المرحوم فيصل الجناعي، ومعه طبعا الشيخ احمد الفهد. طبعا يستاهل ابو فهد، صوره جميله للشيخ احمد الفهد اللي استلم دفه الرياضه في وقت صعب جدا، في وقت يعني تكاد البنيه التحتيه عندك في الكويت سواء البنيه الرياضيه شبه معدومه، استلم الرياضه وقدر انه ينهض فيها، لكن صارت امور في التالي، يعني هو يعني وقف النشاط الرياضي وكذا والمعارضات اللي صارت اثرت على تطور الرياضه عندنا هنا بالكويت. اعزائي المشاهدين، وصلنا نهايه حلقتنا، تقبلوا تحياتي، تحيات اخوكم فهد لعبد الجليل، الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه، ومع السلامه.